أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الشاعر كل شيء مصيره الزوال غير ربي وصالح الأعمال، هل فيه محذور عقدي؟ ما فيه محذور عقدي، أقول ليس فيه محذور عقدي، الأعمال الصالحة تبقى لأهلها والأعمال السيئة أيضا تبقى لأهلها. فلو قال والأعمال، لو ولا خص صالح الأعمال، قال والأعمال، نعم يبقى هذا لهم. نعم.